حقيقة وفاة الفنانة المصرية بدرية طلبة إثر حادث سير خطير منذ قليل. تداول عدد من رواد السوشيال ميديا والمواقع المختصة بأخبار النجوم أنباء تفيد بوفاة الفنانة بدرية طلبة. وكشفت الفنانة المصرية بدرية طلبة حقيقة تعرضها لحادث سير مميت على طريق الساحل في مصر، نافية صحة الأنباء المتداولة عن وفاتها إثر ذلك. وقالت الفنانة المصرية بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي في موقع فيسبوك: أنا بخير الحمد لله وزي الفل وحسبي الله ونعم الوكيل في الشائعات. وأضافت خلال مقطع مصور: الدنيا اتقلبت واخواتي كانوا مرعوبين عليا، بطمن اخواتي كلهم وبطمن كل حبايبي. وطالبت الجميع بالكف عن تداول الشائعات الكاذبة، معربة عن استياءها من بث الرعب في نفوس الناس بتلك الطريقة.